انا عارفه انك قفلتي الجاليري واتجهتي للاونلاين شوبينج، ده هو المستقبل. بس هل يا ترى اما عملتي الخطوه دي كنت عامله مثلا سيرفي وعرفتي قوه الشراء المصريه عامله ازاي اونلاين، ولا قلتي انا هجرب بقى الدنيا اونلاين واشوف حظي هيبقى عامل ازاي؟ هو ما كانش تخطيط مننا، على قد ما ده حصل فعلا. يعني مجرد ما في العالم كله، يعني دي حركه غيرت التسويق في التسوق في العالم كله. الناس بقت خلاص، كل لما اتحبس في البيت، لما كان في العزل، الوباء اول ما ابتدى بالظبط كله كان ابتدى البديل. انا مش هنزل اشتري، طب انا هشوف اونلاين في ايه. فابتدت كل المحلات العالميه والمصريه، كل اللي كان محل بقى ويب سايت، وبقى الموضوع بتاعه بيوصل لناس اكتر، والناس تبقى شايفه حاجته ومنتجاته بالاسعار، فبتبقى اسهل بكتير. فاللي حصل ان احنا بالنسبه لنا المحل طبعا الناس ما كانتش بتنزل، لان كان في وقت حظر، فالناس كانت برضو قعدت فتره خايفه، ما كانتش مرتاحه. الفتره دي بقى كان من السوشيال ميديا بيجي لنا اوردرز شجعتنا جدا على الخطوه دي. فلقينا ان احنا مع الوقت احنا بقينا شغالين اونلاين، والناس ما بقتش تنزل تشتري، بقت تستسهل تطلب الحاجه. صح، ان الحاجه جايه لها لحد عندها على الموبايل بالسعر بكل حاجه واضحه، وبتاكد زرار حاجه توصلها لحد البيت، فليه يعملوا مجهود وينزلوا؟ ما هي دي. فده اللي شجعنا بقى ان احنا ناخد خطوه الويب سايت، ونبتدي بقى نغير نظام البيزنس كله. ما بقاش واحده بواحده والناس تخش تشوفها، لا احنا بنعمل يعني ماس برودكشن اكتر. احنا نشتغل بنصنع بكميات اكبر عشان تبقى متاحه، انها الحركه بتاعتها تبقى اسهل. هيل. طب ما بتحسيش ساعات مثلا بفتره ركود مثلا في الاونلاين، يعني ان انت حاسه لا الدنيا مش ماشيه، طب انا عايزه اعمل شويه تسويق واعمل شويه دعايه مثلا، بتحسي بده وبتتصرفي ازاي؟ بتحصل طبعا، يعني في فترات معروفه، في سيزونز الناس بتشتري فيه، وفي سيزون في مواسم ثانيه بالظبط. في يعني موسم شراء معروفه الشهور بتاعته، وفي شهور معروفه عالميا برضو ان هي بتبقى نايمه. ففي الفتره دي احنا بنعمل حاجات تانية بقى، يا اما بنعمل اوفرز، يا اما بنشوف بقى حد، نعمل اكتيفيتيز مع بعض، نعمل كولابريشنز، احنا نفسنا بنعمل ايفنتس في الفترات دي. بندي ورش، نعلم ناس حاجات يعملوها بايديهم. فبتبقى فتره بنستغلها في حاجه تانية لو هي البيع مش اكتر حاجه اكتف فيه. طب ايه الحاجات اللي بتخلي بيزنس ينجح او يفشل؟ يعني ايه العلامات الواحد لو شافها يبتدي يقول لا 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 لازم اخلي بالي من ده والا الموضوع مش هيمشي؟ امتى التحذير ده بتحس بيه؟ انا بحس احسن حاجه ان الواحد يبقى عامل لنفسه خطه ويمشي عليها. لما يلاقي ان الخطه دي طبيعي طبعا يتاخر فيها، وطبيعي يحصل مشاكل. لكن لو انا مثلا عامله حسابي ان في خلال السنه دي هعمل 10 حاجات، لو عدت السنه لقيت ال 10 حاجات دول ما حصلوش، اعرف ان انا في حاجه غلط محتاجه الحقها بسرعه. مشكله تانية برضو موجوده عند ناس كتير، واحنا شخصيا وقعنا فيها في الاول، ان يبقى البيزنس كله قايم على مجهود شخصي، يعني مجهود شخص او الوقت بتاعه. فلما يكون معتمد عليا انا لوحدي، انا لو تعبت، لو ارهقت، او جالي احباط، او جالي اي حاجه، فالشغل وقف ساعتها. الاحسن ان انا اقسمه علشان كل واحد يدي 100% من الطاقه بتاعته في المجال او في النقطه اللي هو بيعملها. صح.